الأميرة الهاربة. كان يا ما كان مملكة يعيش فيها الناس سعداء. كان ملكها صالحا عاقلا، وملكتها تزداد جمالا يوما بعد يوم. ولم يكن للملك سوى ابنة وحيدة جميلة ومحبوبة من الجميع. وكان سبب رخاء المملكة حمار ثمين برازه دراهم ذهبية كثيرة. ومع ذلك فقد أصاب الشقاء القصر عندما مرضت الملكة الصالحة ثم ماتت بعد أن عجز الأطباء عن شفائها. وبعد موت زوجته العزيزة أخذ الملك يحوط ابنته بكل عناية وحب وحنان، وبذلك أخذت الأميرة تكبر وتزداد جمالا وتعقلا يوما بعد يوم. ولسوء حظ الأميرة أن أراد الملك أن يزوجها بأحد الأمراء المجاورين، وذلك لتوسيع مملكته وتقويتها. حزنت الأميرة حينما علمت ذلك وكادت تفقد وعيها، لأن الأمير كان كبيرا في السن وقبيحا. ثم أخذت تبكي وطلبت إلى والدها ألا يجبرها على هذا الزواج المخيف، لكن الملك كان عنيدا فأمر ابنته بالطاعة وإعداد نفسها للزواج. أرادت الأميرة أن تكسب بعض الوقت، فطلبت من والدها أن يجلب لها ثوبا بألوان الشمس. فأمر الملك فورا كل الخياطين في المملكة فبدأوا عملهم، وبعد مرور أسبوع كان الثوب جاهزا. وحين قدم الثوب إلى الملك أعجب به، فقد كان الثوب يتلألأ بنور رائع. وحين رأته الفتاة أحست بالاضطراب وأخذت تبكي، فكيف ترفض الآن الزواج بالأمير؟ ذهبت الفتاة إلى عرابتها وسألتها رأيها، ونصحت لها عرابتها أن تطلب جلد الحمار الثمين. وكانت هذه العرابة تظن أن إلغاء الزواج أسهل على الملك من التضحية بحماره الثمين. ولكن لسوء الحظ لم يتردد الملك، فأمر بذبح الحمار فوراً ووضع جلده على قدمي ابنته. فتساءلت حينئذ، ماذا أفعل الآن؟ ولم يبق أمامها سوى الفرار من القصر. تغطت الفتاة بجلد الحمار وهربت بوجه ملوث بالرماد لتختبئ في قرية قريبة. وهناك عملت عند مزارعة عجوز كانت ترعى لها القطيع وتبقى معه دائما وتنام في الاسطبل حتى صار جسمها وسخا ونفر منها الناس. وأراد أهل القرية وعمال المزرعة السخرية منها، فأسموها جلد الحمار. وكانت الأميرة الصغيرة تحاول استعادة فرحها، فتحبس نفسها في كوخها البائس وتلبس ثوبها الملون بألوان الشمس، وكانت تقول في نفسها، آه ما أسخف القدر، من يظن أني أميرة وهو يراني أعتني بهذه الحيوانات؟ لكن علينا أن نتمسك دائما بالأمل. وفي أحد الأيام
كان أحد الأمراء في رحلة صيد، فرأى الفتاة الصغيرة فسحر بجمالها، وذهب يسأل أحد المزارعين عن اسمها، فأجابه المزارع: إنها جلد الحمار التي ترعى القطيع. حزن الأمير وعاد إلى قصره مريضاً بسبب شدة حزنه. وعندما عرفت الملكة سبب حزن ابنها، طلبت إلى جلد الحمار تحضير قرص حلوى يعيد إلى الأمير حب الحياة. فعملت الفتاة بكل نشاطها وبكل موهبتها وبكل سرعتها حتى سقط خاتمها الصغير في العجين من دون أن تشعر. ولما تسلم الأمير الشاب قرص الحلوى استيقظ وأخذ يأكل من القرص الشهي برغبة شديدة، وفجأة لمع الخاتم أمام عينيه فعرف أنه خاتم الفتاة التي أحبها، فذهب سريعا إلى جلد الحمار وعاد بهذه الأميرة الصغيرة إلى قصره، وتم الاحتفال بزواجهما سريعا. وعاد والد الأميرة عن خطئه الماضي وكان شديد الفرح، هو وكل الناس في المملكة. حزنت الأميرة عندما علمت ذلك وكادت تفقد وعيها، لأن الأمير كان كبيرا في السن وقبيحا. وعندما عرفت الملكة سبب حزن ابنها، طلبت إلى جلد الحمار تحضير قرص حلوى يعيد إلى الأمير حب الحياة. وهناك